السلام عليكم. انا جيت اليوم ودرت هذا الفيديو باش نقول كلمه حق ونتقدم بالشكر الجزيل لبيجوت خفاتين، في شخص الاخت فاتين والاخت ايمان وباقي الاخوات كلهم اللي معها، الطاقم كامل بنات ورجال. كنتقدم لهم جزيل الشكر لانني فعلا انا كنت طلبت واحد سنيسله نيلون ببوندونتيف سيربون، ها هو. صراحة كان حسن مما توقعت. انا شفته غزال وشفته في شكل، ولكن الحقيقة منين خديته شكل اخر حسن رائع رائع رائع. فعلا هما كانوا عند الكلمة ديالهم، وعدوني اليوم اثنين انني توصل بلاكوموند ديالي، وفعلا جاتني ومعها دي بتي كادو، ها هما بالروسو سيني كل شي كاين فيه، تبارك الله. هادشي غزال ورائع بصراحة. هذه أنا أول مرة كنتعامل معهم وأول مرة كنشري منهم. نوعدكم أن ما غاديش تكون آخر مرة إن شاء الله. أنا مين أنا جسوي ساتيسفات وفرحانة بالشيء اللي خديت. غادي نمشي مباشرة عندهم الشهر الماجي إن شاء الله، ونشوف هذاك الشيء اللي عندهم ونتقدم من عندهم، لأن فريمون كل شيء عندهم غزال، والأهم من ذلك التعامل ديالهم راقي وغزال. تبارك الله عليهم، كنشكرهم بزاف وكنشجع جميع النساء باش يتعاملوا معهم، لأن فعلا محل ثقة. شكرا لكم.